ما هو البراق؟ البراق هو اسم للدابة التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بها إلى المسجد الأقصى، ومنها عرج إلى السماء السابعة، وقد اشتق اسم البراق من البرق لسرعته، وقيل سمي بذلك لشدة صفائه ووضوح ألوانه وتلألؤها، وقيل إن سبب تسميته بذلك أنه ذو لونين، لأنه يقال شاة برقاء، إذ كان خلال صوفها طاقات سود. والبراق هو دابة بيضاء أكبر حجما من الحمار وأصغر حجما من البغل، وخطو البراق مد البصر، مما يعني أن سرعته تقارب سرعة الطائرة، ومن خواصه وصفاته أنه إذا رفع حافره فإن خطوته تكون مد البصر، أي تقع في الموضع الذي يقع عليه بصره، ولهذا تمكن بقدرة الله من قطع تلك المسافة في مدة وجيزة، وقد سمي بالبراق لبريقه ولمعانه. وقد جاء ذلك الوصف للبراق من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد من رحلتي الإسراء والمعراج، حيث يقول: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، وذكر يعني رجلا بين الرجلين، فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا، وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق، فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا.